تو انا مده ونجي نعمل فيديو على تليفون تلقيني عامل تبرقيشه في المنيو ولا ريل بلان، وديما تسالوني على الحكايه هذه ما فيها حد شيء. تابعوا الفيديو كامله وعندي ليكم مفاجاه في وسط الفيديو. اليوم باش ناخذ تليفون اونتري دغام الواجهه نتاعو اندرويد بروت ما فيهاش برشا بيرسوناليزاسيون، ونعملوا لها تبرقيشه تعمل 66 كيف. اما ساعه خلينا تعرفوا على الاي كيو A50 سبونسر الفيديو. عندك كل شيء في صندوق، الكاش، لونتي كاش، الكوتوريت والشارجور والكابل USB-C. يجيب ثلاثة ألوان، أبيض وأحمر وأخضر. تصميم كما تعرفوا أذواق، الظهر والإطار بلاستيكي ويتسمى reflective design، يعني منظر هكا تحفون. أما ماذا بيك تحط الكاش باش تستحفظ عليه. بالنسبة للشاشة، هنا عنا شاشة 6.5 إنش HD Plus بسطوع 300 نيتس. هنا عنا بروسيسور يوني SoC أوكتا كور، هذا جاي ما بين سناب دراجون 29 والهيليو P35، يعني هذا ماكس بروسيسورات معروفين في الجام، ويعطي سكور 106 في الجيك بنش. ويجيب 4 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، واندرويد 10. الكاميرا هنا عنا 13 ميجا بيكسل الكاميرا الأساسية، الكاميرا الوايد 5 ميجا بيكسل، 2 ميجا بيكسل للماكرو ولا الكاميرا نتاع العزل، 13 ميجا بيكسل للكاميرا نتاع السيلفي. اذا تحب تاخذ فكره على الجو نتاع تصاور تليفون هذا، تمشي تعمل طلع على انستغرام نتاعي، فما الاي كيو تشالنج. بالنسبه للبطاريه هنا 4000 ملي امب اور، وتعطيك 6 سوايع سكرين اون تايم. توا نمشيو للورك بنش باش نوريكم شنو العفسات باش نعملوهم باش نبرخوا التليفون هذا. ملاحظه مهمه برشا، فما تليفونات يرزانوا مع البيرسوناليزاسيون، الحكايه مربوطه بامكانياته وزاده مربوطه بالتطبيقات اللي تحملهم. فانا قعدت مده وطولت في الفيديو هذايا، لانه قعدت مده كل مره نجرب تطبيق نعدي مع مده، واذا رزلني التليفون نفسخه ونلوج على غيره ونشوف بطبيعه تقييمات الناس وكل شيء. هذيك علاش اخترت لكم تشكيله تتكون من 5 حاجات، نعطيكم 5 حاجات يخليوك تبرقش تليفونك اذا حسيت المنيو نتاعه هكا يعني بسيط ياسر ونقص فازت. اول حاجه هي ليزارير بلون، الوول بيبرز، يعني الناس كل تحب تحط وول بيبر مزيانه في التليفون نتاعها. او كالمفاجاه هي في الديسكريبسيون، تمشيو تلقاو دوسي عبي وول بيبرز استعملتهم في الفيديوهات نتاعي الكل، انجوي استمتعوا. اما راهم مش ملكي، لا املك حقوق هالوول بيبرز هذوما، الكل مخليتهم من بينتريست، او تدخلوا بينتريست شبع وول بيبرز. به الحاجه الثانيه هي اللانشر. اللانشر هو اللي يغير لك الانيميشنز والمنيو والبلايس، يعني والالوان وطريقه التعامل مع التليفون. اللانشر اللي اخترته انا اسمه روتلس بيكسل لانشر. علاش اخترته؟ لانه يقربك ياسر التليفونات جوجل بيكسل. فما برشا ناس يحبوا ستوك اندرويد، الاندرويد الخام، الاندرويد الموجود متاع جوجل، فهذا يهزك الحاجه كيما هكاك. لكن وحده ما يكفيش، لانه يزلنا تطبيق اسمه الوان شيد. الوان شيد هذايا هو اللي ياخذ لك النوتيفيكيشن بار اللي هي كانت مثلا بالطريقه البسيطه هذيا، ويردها لك يعني نوعا ما خير، حتى الدارك مود يولي خير، فالمنيو يولي كيما البيكسل. الحاجه اللي بعدها هي السوايب باك. التطبيق هذا يزيدك سوايبس، لانه التليفون هنا ما فيش سوايبس على اليمين وسوايبس على اليسار، واصلا يزيدك شورت كاتس مزيانين، فتنجم تعمل سوايب هكا وتطلع لفوق، ولا سوايب تطلع لوتا ويعمل لك اكشن معينه، فيسهل لك ويربحك برشا وقت. واخر حاجه هي الاكسجين او اس ايكون باك. انا مغروم ياسر بتليفونات الجوجل بيكسل، مغروم بتليفونات ون بلس، فهذا يعطيني اشكال الايقونات نتاع تليفونات الون بلس. تصور الحكايه سهله برشا، اخترت لكم تطبيقات بساط على الاخر، يعني حتى المنيو نتاعهم بسيط، جست يطلب منك يعني بيرميسيون باش ينجم يتحكم في التليفون هكا، تقول له اوكي 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 وكهو. بالطبيعه اذا انت تحب تعمل بيرسوناليزاسيون اكثر، فانك تنجم تدخل في المنيو نتاعهم تبدل الالوان، تبدل كبر الايقونات، تعمل برشا حاجات. هذوما من الحاجات اللي انا نستعملهم في فيديوهاتي. وهذاك هو، يلا سيدي ان شاء الله الفيديو تكون عجبتكم، نتقابلوا مره جايه. باي باي.